جبرا، وهو طبعا له علاقة بالشأن الإقليمي وكل التطورات التي تحصل في العالم العربي، والعنوان وداعا للبلطجية. إذا مشاهدينا، مع هذا الرسم الكاريكاتيري لستافرو جبرا بنكون وصلنا لختام فقرة بريس ريفيو. هذه كانت أبرز العناوين السياسية والأخبار محليا إقليميا ودوليا. المزيد من التفاصيل بتابعوها خلال نشرات الأخبار طيلة هذا اليوم عبر شاشة الـ MTV. بكرة عناوين جديدة وحلقة جديدة من بريس ريفيو. باي باي.